النشرة الرئيسية من تلفزيون الأجواء. مشاهدينا أهلا بكم، والمستهل بالعناوين. وزارة الصناعة الصيدلانية تعلن عن تسويق 3 ملايين علبة باراسيتامول هذا الأسبوع، مع توفير أكثر من 2 مليون اختبار للكشف عن الفيروس. وزارة التجارة وترقية الصادرات تعلن عن تجميد ممارسة نشاط البيع بالتخفيض للموسم الشتوي لسنة 2022. مدير التكوين والتعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي سعيدان بوعلام يعلن عن قرار تعليق النشاط البيداغوجي الحضوري في المؤسسات والمراكز الجامعية إلى غاية بداية فبراير المقبل. إحباط محاولة إدخال 23 قنطار من المخدرات عبر الحدود مع المغرب. عودة إلى التفاصيل، أكدت وزارة الصناعة الصيدلانية أن جميع المواد الصيدلانية المستخدمة في إطار البروتوكول العلاجي المضاد لفيروس كوفيد-19 متوفرة، وحسب بيان للوزارة الموجه للأطباء الصيادلة والمرضى أن المواد الصيدلانية المتوفرة تتمثل في مضادات التخثر مثل إينوكسابارين وباراسيتامول وأموكسيلين وفيتامين دي أقول، كما أن الكميات المتوفرة في السوق هي أكثر من 2 مليون وحدة مبيعات خلال الفترة من الفاتح نوفمبر 2021 إلى 13 جانفي. في ذات السياق، كشفت الوزارة أنه تم تقديم تسخيرات لشركات التصنيع والاستيراد وتوزيع بالجملة، تلزمها بالتسويق جميع الكميات المصنعة والمستوردة لصالح الصيادلة الخواص. أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات عن تجميد ممارسة نشاط البيع بالتخفيض للموسم الشتوي لسنة 2022 إلى تاريخ لاحق وطنيا، وهذا خلال الفترة المخصصة لذلك الشهر جانفي إلى غاية نهاية الشهر فبراير من سنة 2022. كما دعت وزارة التجارة المتعاملين الاقتصاديين المعنيين التقرب من مديرية التجارة المؤهلة إقليميا، وهذا لطلب إلغاء رخصة ممارسة نشاط البيع بالتخفيض الخاص بهذه الفترة نظراً للظروف الحالية المتعلقة بانتشار فيروس كوفيد-19 والإجراءات التي اتخذت من طرف السلطات العليا لحماية صحة المواطنين لتفادي التجمعات. أعلن مدير التكوين والتعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي سعيدان بوعلام في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية عن قرار تعليق النشاط البيداغوجي الحضوري في المؤسسات والمراكز الجامعية إلى غاية بداية فبراير المقبل، ويندرج هذا ضمن جملة الإجراءات المتخذة لمسايرة الوضعية الصحية، وأضاف بأن هذا التعليق يشمل أيضا تنظيم امتحانات السداسية الأول، حيث سيتم لاحقا الإعلان عن تواريخها، وذلك حسب خصوصية كل مؤسسة جامعية. أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة 13 تاجرا للمخدرات بحسب بيان لوزارة الدفاع، كما أحبطت محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب تقدر ب 23 قنطار و 15 كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين تم توقيف 20 تاجرا للمخدرات آخرين وضبط 148 كيلوغرام من نفس المادة خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى. يعد فيروس أوميكرون جائحة عالمية فرض نفسه بقوة وانتشر في مختلف دول العالم خلال فترة وجيزة، وهذا ما أثار الفزع في نفوس المواطنين، ما استدعى تدخل المختصين قصد توعية المواطنين بأخذ التدابير الوقائية للحد من انتشار الوباء. المزيد في ورقة الزميل أبو زيان هاجر. قبل أسابيع رصد العلماء نسخة جديدة متحورة عن المتحور أوميكرون، أطلقوا عليه اسم علمي BE2، ويرجع العلماء أن هذه النسخة شديدة العدوى لكنها ليست الأكثر ضرراً، فكلما زادت فرص انتشار الفيروس زادت فرص حدوث تغيرات فيه. وما زال العلماء يذكرون أن جائحة كوفيد-19 ما تزال بعيدة عن نهايتها، لذا من الضروري أن يتلقى الناس اللقاحات عندما تتوفر لهم، وأن يواصلوا متابعة النصائح القائمة بشأن منع انتشار الفيروس بما في ذلك التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، الغسل المنتظم للأيدي وتهوية المساحات الداخلية. This variant is a cause for concern, not a cause for panic. We have the best vaccine in the world, the best medicines, the best scientists, and we're learning more every single day. And we'll fight this variant with scientific and knowledgeable actions and speed.
احمي نفسك وعائلتك والآخرين باتباع الإجراءات الوقائية معا ضد فيروس كورونا. تمكن حي الفاتح ببلدية رأس الواد شرق ولاية بربرريج الفوز بجائزة أحسن حي في المسابقة التي نظمتها السلطات المحلية بمناسبة اليوم الوطني للبلدية. أنا تحصلت على مبلغ 2 مليار سنتيم، يليه حي بالناصف الطاهر ببلدية بئر قاصد علي. التفاصيل أكثر مع الزميل عبد الملك رفيس. وأنظف حي على مستوى الولاية لإنشاء جائزة أحسن حي في شهر أبريل من سنة 2021، ولضمان شفافية الاختيار أنشئت لجنة ولائية لانتقاء أحسن حي على مستوى ولاية برج بوعريريج. المرتبة الأولى والمتمثل في حي الفتح ببلدية رأس الواد. راكم تلاحظوا رانا في ذا الحي، يعني يا ربي يبارك، حي تابع المسجد الفتح، معروف يعني في بلدية رأس الواد من حيث النظافة، حسن الاستقبال، يعني حي شعبي وحي إداري. نتمنى يعني ثاني من المجتمع يعني المدني ولا من السلطات تحافظ عليه كما رانا شاهدوا فيه، الإنارة، النظافة، حاجة يعني ما تخصنا إن شاء الله بربي. مبروك علينا إن شاء الله البلدية رأس الواد، ديناها إن شاء الله لهنا أحسن حي، وإن شاء الله مبادرة رائعة هذه نشجعوا بها البلدية الآخرين، إن شاء الله تكون أحسن مبادرة هذه يديروها الناس وبالبركة إن شاء الله. الأفضل هذا اللي ده أفضل حي في ولاية برج بعراريج هو حي الفتح، هذا بفضل ربي سبحانه وبفضل أمواليه، كل واحد ينطوي يتولى الباب تاع الدار تاعو، كل واحد ينطوي الوسخ، ماناش شاكلين على البلدية برك باه ترفد لنا الوسخ نتاعنا، هكذا كيفاش كل واحد يقوم بدارو كل واحد يرفد. أنا وعندي هنايا الخيمة تاعي، هاي الخيمة أنا وكل الطيش في لقبلي، بصح ما عنديش أنا الوسخ. أنا كسائق سيارة الأجرة عندي 30 سنة خدمة، ورحت مشيت البلديات ومشيت الدوائر وشفت ما لقيتش بلدية ودائرة نظيفة كما رأس الواد، سواء المسؤولين السابقين والمسؤولين اللي دوكا خدامة يخدموا ينظفوا. بلدية رأس الواد تفتخر بكونها تحتضن حوالي 100,000 نسمة، نسعى لنعمل على نظافة هذه المدينة ونعمل على الوصول بها إن شاء الله إلى بر الأمان. عزما على القضاء على تزايد فيروس كورونا وضمانا لتوفر الأكسجين، قام مدير الصحة لولاية عين تيمشنت السيد دويس جلولة رفقة هيئات أخرى بخارجة تفقدية لمستشفيات الولاية. باقي التفاصيل في ميكروفون الزميل أبو مدين باروتي. حرصا على سلامة المرضى وتفاديا للوقوع في أزمة الأكسجين، نظمت مديرية الصحة وبالتنسيق مع مديريات أخرى خرجة تفقدية لمستشفيات ولاية عين تيمشنت ضمانا لتوفر هاته المادة الحيوية. إذن الزيارة هذه اللي نقوم بها اليوم تبعا للاجتماعات الدورية أو الأسبوعية اللي تقوم على مستوى الولاية فيما يخص مجلس الأمن وخالية الأزمة كما كنت تفضلت وقلت، وهذه التوجيهات متاع السيد والي الولاية والمجلس الأمن المحلي اللي يعطونا في توجيهات، اللي يعطونا في تصريحات، اللي يعطونا، وحنا رانا نقوموا من خلال الاجتماعات هذه نقوموا بزيارة ميدانية حتى نتأكد من وضعية القطاع تاعنا، سواء فيما يخص وجود مادة الأكسجين يوميا، فيما يخص وجود وسائل الحماية الفردية للعمال، سواء فيما يخص الأدوية، فيما يخص التكفل الطبي الجيد بالمرضى. إذن على كل حال أكرر الشكر تاعي لكل الواقفين على هذا القطاع، وبمشاركة كذلك الحماية المدنية اللي هم كذلك الشكر موصول لهم، اللي هم قدموا مساعدة جليلة للقطاع. إذن هذه الزيارات عادية فقط من أجل التأكد من وضعية الأجهزة ووضعية الجينراتور دوكسيجين، من أجل مراقبة كذلك الليفابوراتور ولا الكونسنتراتور ولا للنوب دو لي عدد الاسره متوفره
بالنسبة احنا كان في هذا الإطار وعطينا تعليمات صارمة أننا نتكفل بمرضانا، وما كانش أي مريض سواء من الولاية أو خارج الولاية أنه قال ما كانش الأماكن، لا احنا عندنا الأماكن ونتكفل بمرضانا سواء هو كان من ولايتنا ولا خارج ولايتنا. بالنسبة لنا احنا المريض يبقى مريض. شرعت مصالح بلدية سيدي بلعباس في عملية تعقيم المؤسسات التعليمية بعاصمة الولاية بعدد 86 مدرسة ابتدائية، 37 إكمالية و18 ثانوية في إطار الإجراءات الاحترازية لمحاربة انتشار فيروس كورونا، وقد تهيئ ظروف السلامة للمتمدرسين قبل استئناف الدراسة بتوفر العمامل الوقائية المعمول بها تفاديا لمسببات انتشار الفيروس وعواقبه الوخيمة. تغطية للحسن الهاشمية. بسم الله الرحمن الرحيم. يوسف منصورية، رئيس لجنة الصحة والنظافة في بلدية سيدي بلعباس. وفي إطار محاربة الفيروس كورونا، سطرت لجنة الصحة التابعة بمجلس الشعب البلدي برنامج خاص بتعقيم التي مس كل المدارس المتوسطات والثانويات والمؤسسات المستقبلة للجمهور، ملحقات البلدية، وما يخص المساجد والإدارات العمومية والمستشفى الجامعي والمراكز الصحة الجوارية. وبهذه المناسبة أواجه النداء لكل المواطنين بتواخي الحذر باتخاذ إجراءات وقائية لازمة كالكمامة والفاكسه ماذا بهم يتخذوا كل إجراءات هذه. ونطلب بالشفاء لكل مرضانا، وإن شاء الله ربي وخر علينا هذا الوباء إن شاء الله يا رب. من مستغانم انطلقت صباحة اليوم البطولة الجهوية للرماية بالمسدس ما بين مصالح الشرطة الناحية الغربية بقاعة جمال بوهراس بخروبة. البطولة عرفت مشاركة 12 ولاية و73 متنافسا بين ذكور وإناث. المراسلة للزميل تواتي بالعربي. في هذا الحفل الافتتاحي للبطولة الجهوية للرماية بالمسدس بين مصالح الشرطة للولايات الغربية للوطن. الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدي الوالي ولاية مستغانم المحترم، السيد رئيس المجلس الشعبي الولاي، السادة أعضاء اللجنة الأمنية والقضائية. رسميا عن افتتاح هذه المنافسة الرياضية، متمنيا أن يسودها التنافس الرياضي وحظا موفقا لجميع الفرق الرياضيين والرياضيات المشاركين في هذه الدورة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في إطار البرنامج الشرطي للموسم الرياضي 2021-2022، نظم عملية مستغانم اليوم البطولة الجهوية للرماية بالمسدس ما بين مصالح الشرطة للناحية الغربية للوطن، وذلك يومي 26 و 27 جانفي من السنة الجارية بقاعة الرماية جمال بوهراس بمنطقة خلوبة بمستغانم. البطولة يشارك فيها 12 ولاية من الناحية الغربية للوطن: وهران، معسكر، تيارت، تسمسيلت، سعيدة، سيدي بلعباس، تلمسان،
عينتيموشنت، البيض، نعامة، غليزان ومستغانم. العدد الإجمالي للمشاركين 73 مشارك، عدد الذكور 39، عدد الإناث 34. المتنافسون حسب الفرق سيكون ترتيبهم حسب المرتبة الأولى حسب الفرق الذكور، المرتبة الثانية حسب الفرق الذكور، والمرتبة الثالثة حسب الفرق الذكور. المتنافسون فردي سيكون ترتيبهم على النحو التالي: المرتبة الأولى ذكور، المرتبة الأولى فردي ذكور، المرتبة الثالثة فردي ذكور، كذلك المرتبة الأولى فردي إناث، المرتبة الأولى فردي إناث، والمرتبة الثالثة فردي إناث. الناجحون أو الفائزون بهذه البطولة الجهوية سوف يؤهلون إلى البطولة الوطنية التي سيحدد تاريخها ومكان إجرائها في الوقت المناسب، وشكرا. نظمت مصالح دائرة أمن رأس الواد بولاية بورجبرريج حملة تحسيسية توعوية لفائدة المواطنين حول الوقاية من انتشار عدوى فيروس كورونا، وتندرج هذه الحملة ضمن الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة الجزائرية للحد من سرعة انتشار عدوى فيروس كورونا. المزيد في تغطية عبد الملك رفيس. من مخالفات يعني من مسألة، احنا تجور نجيو الإطار التحسيسي، خطرة نجيو إطار تحسيسي وخطرة نجيو نراقبوا بصرامة وين ملقيوكش منفذ التعليمات هذه تاع السلطات، رانا نتاخذوا الإجراءات بطبيعة الحرة فيها يولي فيها بروسي مليون وتولي فيها اقتراح الغلق وتولي هذاك وهذه مضرة ليك، بس احنا كي نعودوا يد واحدة ونعودوا نطبقوا بصرامة هذا الإجراءات الوقائية ما ظنيتش المرض هذا يبقى عندنا. قمنا اليوم بعملية تحسيسية لأصحاب المركبات فيما يخص ارتداء الكمامات، كما قمنا بزيارة بعض المحلات التجارية وإعطائهم التوصيات اللازمة لاتخاذ الإجراءات الوقائية فيما يخص محاربة انتشار وباء كوفيد المتحور هذا أوميكرون، كما تم توجيه لهم بعض النصائح فيما يخص الالتحاق بالمؤسسات الصحية قصد أخذ اللقاح اللازم في هذا الصدد لاكتساب مناعة أكثر. المصالح تاعنا راهي مجندة دائما في إطار عمليات التحسيس للمواطنين، وكذا اتخاذ الإجراءات الردعية في حالة الإصرار على مخالفة القوانين الصحية. هذا المبادرة القيمة اللي قام بها الأمن الوطني لمدينة رأس الواد، مبادرة من أجل التحسيس بضرورة الالتزام بالوقاية فيما يتعلق بكوفيد 19، وتعتبر هذه يعني مبادرة قيمة لأن الحل الوحيد بالنسبة لمقاومة هذا الوباء هذا تعتبر الوقاية هي الحجر الأساس في هذا، وبعد ذلك يأتي العلاج. وعلى هذا رانا نشوفوا يعني التنقل تاع الفرقة تاع الأمن الوطني في بالنسبة لرأس الواد هنا مبادرة طيبة وتعطي يعني دفع للمواطنين، في نفس الوقت تحفزهم على يعني توسيع الدائرة نتاع التحسيس وخاصة في الأماكن وين يتجمعوا يعني الناس. من مستغانم تمكنت الفرقة الإقليمية للدراك الوطني بلبلدية مصغران من تحرير طفل من قبضة مجموعة أشرار وحجز أسلحة بيضاء وصكوك بريدية ممضية من قبل والدة الطفلة. مراسلة زميلة تواتيب العربي. النقيب وفير فاطم زهراء رئيس خلية الإيصال والعلاقات العامة بمقر مجموعة الإقليمية للدرك الوطني بمستغانم، على إثر بلاغ وارد إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمزغران مفاده اختطاف طفل يبلغ من العمر 18 سنة من طرف مجموعة من الأشخاص واحتجازه بداخل المسكن مع طلبهم دفع مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحه. على الفور تم تفعيل مخطط الإنذار متعلق بحالات اختطاف الأطفال، وعلى إثر خطة محكمة تمكن عناصر وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بمستغانم مدعمين بفصيلة الأمن والتدخل للدرك الوطني، وفي ظرف وجيز تم تحرير الطفل وإيقاف عناصر الشبكة الإجرامية وعددهم 7 أشخاص من بينهم امرأة وحجز 7 أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام، 4 هواتف نقالة مع استرجاع 3 صكوك بريدية ممضية من طرف والدة الطفل. هذا وتضع قيادة الدرك الوطني تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1055، كما تدعوكم لزيارة موقع الشكاوي المسبقة عبر شبكة الإنترنت ppgn.mdn.dz.
في إطار مكافحة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها عبر إقليم اختصاص المجموعة الإقليمية للدرك الوطنية بنشودة التابعة لكتيبة دلس بمرداس، تمكنت أفراد الفرقة الإقليمية من تفكيك جماعة أشرار مختصة في سرقة مضخات المياه. المزيد في تغطية تخليف يونس. بلدية بنشود لمواطني قاطمة، بلدية بنشود بالضبط قرية بنشود القادمة، أين قام بقطع البلاغة كبيرة الحجم للمضخة كبيرة الحجم من أجل نزع كمية من مادة النحاس. لا لا قولي قولي باش نشوف باسكو إطار مكافحة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها عبر إقليم اختصاص المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس، تمكنت أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببنشود التابعة لكتيبة دلس من تفكيك جماعة أشرار مختصة في سرقة مضخات المياه. تعود حيثيات القضية إلى تلقي مكالمة هاتفية عبر الخط الأخضر 1055 من قبل أحد المواطنين القاطنين ببلدية بنشود للإبلاغ عن وقوع سرقة بأحد محطات ضخ المياه الكائنة بقرية أشراردة. على الفور تم توجيه دورية لأفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببنشود والتنقل إلى عين مكان ليتم غلق جميع المنافذ المؤدية إلى غرفة ضخ المياه، حيث أسفرت العملية عن توقيف 3 أشخاص متلبسون بجريمة السرقة وبحوزتهم المحجوزات التالية: شاحنة نوع سوناكوم، قاطع كهربائي، مفك للبراغي، ميزان إلكتروني حجم كبير، ومقبس متعدد المنافذ، بالإضافة إلى كابل كهربائي طوله حوالي 40 متر لغرض استعماله في توصيل الكهرباء إلى غرفة ضخ المياه، وكذلك مقلة حديدي. تم توقيف المشتبه فيهم في قضية السرقة ليتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا. نظم عمال شركة البناء للشرق الحجار عنابة وقفة احتجاجية سليمة أمام مقر الشركة الكائن بالمنطقة الصناعية جسر بوشي ببلدية الحجار، احتجاجا على تأخر صب رواتبهم العالقة منذ 7 أشهر. العمال يناشدون السلطات العمومية وعلى رأسها رئيس الجمهورية بالتدخل وإيجاد حلول عاجلة قبل تفاقم الأوضاع. التقرير لعبد القادر مرزوق. خلصونا حقنا، خلصونا 7 أشهر قالوا هدايا مقارينو مكولينو على حتى شيء، اي حاجه يجيبوا لها بياسه تنوض هما قاعدين ينصلوا في البياس ويبيعوا فيها. نحن عمال شركه اشغال عنابه في يردي، نحن شركه ناجحين، كنا من قبل نخدموا وندخلوا الدراهم وما زلنا واقفين وما زلت الشركه لاباس عليها. الشركه اليوم راحت في حاله واحد ما يعلم اتجاه تاعها، العمال راهي تقاسي 9 شهر و7 8 شهر لاباي ما كانش. درنا معهم مره الفتره مع المدير العام، الرئيس المدير العام، درنا معه اجتماع قال نخلصكم في دوباي على الاقل. الريكي خلصنا دوباي، دوباي هدمك ماش بار اوردر، واحد خلص وواحد ما خلصش، واحد جات 400,000 في سونسيال الناس ما خلصتش الكل، بلي بارتا العمال راهي ما خلصتش، خلصت قله فقط. احنا اليوم نشدوا السلطات على مستوى الاعلى في البلاد لازم يشوفوا لها حل المؤسسات هدية. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، نحن عمال شركه البناء والعمران استياف فيردي وحده الحشار. رانا 7 شهور ما خلصناش، نطلبوا من السلطات المعنية التدخل في أقرب الآجال، رانا في حياة مزرية، رانا في عيشة مزرية، ما لقينا زيما نخلصوا تريسيتي، ما لقينا زيما نقري ولادنا، أبسط الأمور هي اللبسة، أولادنا ما لقينا زيما نلبسوهم، نشريو لهم اللبسة، نشريو لهم الدواء، هذا ظلم، هذا باطل، نطلب من السلطات الكبار المعنية يشوفوا الوضعية تاع الماتريال ويفتحوا تحقيق عاوش صاير في الشركة هادي. أنا عجرود الدوادي مدير جهوي لشركة البناء والعمران. حقيقة عندنا 7 أشهر العمال ما خلصوش، كاينه احنا عندنا
امورنا قاعدين نخدموا سي لونتربريزيه المخيره في الكونستريبيس تاع لي فيرتي. عندنا مشاريع قاعدين نخدموا فيهم وما نخلصوش، واش ما نخلصوش، عندنا دي سيتياسيون مازال ما خلصوناش. انا مدبيا العامل تاعي يخلص يومي المطالب تاع العمال كاملين، طلبوني في ليميتاسيون نحيتها منهم، دوموندوني في لي كونتي نحيهم انيليت لهم، دوموندوني في لي زياده زدت لهم، دوموندوني في لي بري في لي زافونس عطيت لهم، الشيء اللي قدرت عليه كل مديت، الا غير بالحمد لله بربي ان شاء الله سيدي الوزير يعاوننا في الجماعه هذو اللي نسالوهم شويه صبار في لوبي جي في لادلاب، عندنا 82 مليون في لادلاب نحوسوا على المدير تاع لا دياك، عندنا تقريب 6 شهور باش نروحوا له حتى لقسنطينه باش يسنينا انو دياس باه نخلصوا في 8 ملايير و200 مليون، وبور على جال الماتريال يقول لك كاينين اونبان وكاينين هكا، اونبان انني نصوب، يعني مانيش انا اللي نصوب. السيد حياج ماسينيسا حرفي مختص في غرس النباتات النادرة المخصصة للتجميل وما شابه ذلك وكذا تربية النحل، مقيم بحي بوعمامة، يناشد السلطات المحلية بوهران من أجل مساعدته للحصول على قطعة أرض أو مكان يمكنه من تطوير هذه الزراعة ووضع نقلات النباتات في مكان عام أمام الجمهور، خاصة وأنه يضع نقلات النباتات والبيوت البلاستيكية الصغيرة داخل منزله في ظروف غير ملائمة. التغطية للزميل شرقي يوسف. هذه راكم تشوفي فيها بيبينير، النحل راه في جهه خصنا توسع علينا شويه، الا راكم تشوفوا فينا خصنا قطع تاع الارض، الانسان يحط النحل تاعه ويخدم لي بلان تاعه يكون عنده وسائل لي بلان ما يداروش كيما راكم تشوفوا فيا كيما هكا، هاد الخدمات نخدم في الارض اللي معني بالامر، الا راكم تشوفوا فينا حنا امام الله بلغنا، هذا ما نطلبوا منكم، ما خصنا تدعيم، مادا مازال كاين صحتنا ناكلوا غير عرقنا وبزاف علينا والحمد لله يا ربي، راكم تشوفوا فيها بيوت بلاستيكيه راه دوزيام ايطاج، الولد بالديبلوم، بوه بالديبلوم، بغينا وين نحطوا رزقنا. اش راكم تطلبوا من السلطات؟ اش رانا طالبين من السلطات؟ السلطات راهم يشوفوا حالتنا، ها راك تشوفها، يحنوا علينا، يسهلوا علينا. ربما يكون انسان زوج ثلاثه ياكلوا معنا كسره ناكلوا معاه كسره، نتعاونوا زمان عقوبه، هم لي ديبلوم، ها المشاركه، مستغاليم، معسكر، انت موشنت الغرب، خصنا القطاع تاع الارض يلي معنيين بالامر، الى راهم يشوفوا فينا ها حالتنا. بولاية شلف في حادثة مأساوية تفحب عجوز تناهز 83 سنة، أصيبت ابنتها 49 سنة بحروق خطيرة على مستوى الوجه والأطراف بحي 11 مسكن بوسط مدينة ولاد فارس، وذلك إثر اندلاع حريق في مسكن بسبب تسرب مادة الغاز من قارورة البوتون، كما حولت ألسنة النيران جميع المحتويات البيت إلى كتلة رماد. التغطية للزميل حسين سعيدي. هي بحال كانت عجوز كبيره مسكينه حط الشوفاج حداها صافي، وشحلت القرعه ولقى الشاعل وكان يضيع، هو شاد له بنت فيها النار، بنت فني تحت في السبيطار ساكن معاه هنا شويه مضروبة شوية في وجهها وكراحة. دخلت وحدة الحماية المدنية ولاد فارس لأجل إخماد حريق شابة بمنزل العنوان حي 11 مسكن بمركز بلدية ولاد فارس. الحريق للأسف خلف وفاة امرأة تبلغ من العمر 83 سنة وإصابة امرأة أخرى تبلغ حوالي 49 سنة بحروق من الدرجة الثانية. الحريق من المسببات أسبابه تسرب الغاز من المدفاة، تسرب الغاز من المدفاة على إثر استعمال قارورة الغاز البيطان، إضافة إلى ذلك هناك خسائر مادية بالنسبة لأفرشة وأغطية مع المكان مع العتاد الموجود بالغرفة.
تناشد عائلة أبو معزة من دوار ولاد الشيا ببلدية منصورة ولاية مستغانم المحسنين وأهل الخير مساعدتهم على إيجاد ابنها سنوسي الذي خرج منذ 3 جانفي ولم يظهر عليه أي خبر حتى الآن. المزيد في مراسلة الزميل توتيب العربي. أبو معزة شارف ساكن في دوار ولاد شيخ، نحوس على أبو معزة سنوسي بلدية منصورة. أنني نحوس على ذا أبو معزة سنوسي، راه متودر من عنا، خرج من الدار من 3 جانفي. اللي شافوا ولا اللي يعرفوا شافوا في كل بلاصة ولا يتصل بينا، حنا جبنا هذا الجماعة ورانا نحوس على ذا خونا، ماناش حاسين وين راه. حوسنا في كل بلاصة، رانا نحوسوا عليه، واللي شافوا من أهل الخير إن شاء الله يقولنا شكون ويدلينا عليه. سن زيد، هو زيد في الكاترفة وعنده 42 عام. الصحة شوية مريض عقليا، أكتشوف كيما تشوف التصويرة شعره مكاش، كان داير جلابة صفراء كيما ذي كيخرج. هو رقيق شوية، ماهوش غليظ، ماشي كيما التصويرة، وربي يدير يعلم. حنا نحوسوا على هذا خونا، ونتوما ونتمنوا الخير ان شاء الله. على كل حال، ابو معزة هذا ولد اختي، وهذا كان راجل يعرف زعما هو مريض في اصله، ولكن يعرف يهضر مليح، ومن يجمع معك ما تقولش باللي زعما هذا الولد راه مريض ولا كذا. وما يروح حتى لاي انسان، يروح عندنا، يجي عندنا البوقيرات، انا نسكن في بوقيرات، يجي عندنا البوقيرات تما يتقهوى يفطر كذا ويجمع شويه، ومن يجي رايح حتى يشاورني، من يجي يشاورني ولا يشاور الدار يقول هيا بقوا على خير راني مشاور، ما يديرش حاجه اللي ما تعجبش كاع ما يديرهاش. نقولوا حنا بالحقيقه، وراك عارف الناس ولاد الدوار عندنا ثم ولاد الفيلاج حنا قايبوه ويعرفوه، يعاود راتب وطفل قاري مليح. على كل حال، ماشي طفل مثقف، دار الباك زعما في 96 دار الباك ونجح الباك لو بريمي في الولايه تاع مسغاليم، كرماته راني عقل الواليه وكذا، وفرحوا به اناس كيما انتم اللي يعرفوا الثقافه ويعرفوا كذا، وعنده قدر، ماشي زعما ما تديهاش فيه باللي هذا الولد مريض. انا راني طالب لك رب العالمين نسيبوه، واللي فيه الخير ووجده يجي يقول لنا معليش ها بنيه ولا راه عنده ولا كذا ولا. حنا ماناش نحوسوا على اي حاجه، رانا نحوسوا غير به مهمته تشوفه الدنيا وما فيها، ما راهي مريضه عليه بزاف وحنا مغبنا معاه اكثر. والله لا سمحنا في خدمتنا وفي صوالحنا، ورانا غير حنا وياه. واه السنوسي ولدي بو معزه السنوسي، وانا بداني عيشه اني نحوس عليه بذنكم وذن والديكم وذنا وذن الاحباب والمكان. مختصرات دوليه مع زميله سلمى رباعي. السياج الحديدي الذي يمتد نحو 186 كيلومترا، أي ما يقارب من نصف إجمالي طول الحدود البالغ 418 كيلومترا بين بولندا وبيلاروس، سيكون بارتفاع 5 أمتار ونصف المتر، وسيجهز بكاميرات وأجهزة كاشفة للحركة لمساعدة حرس الحدود على منع عمليات العبور المخالفة. قالت شركة كلاين فيغن إنها حصلت على شهادة صلاحية للطيران من قبل هيئة السلوفاكية لسيارتها الطائرة، بما يتماشى مع معايير وكالة سلامة الطيران الأوروبية يوم الاثنين. وحصلت السيارة الطائرة والتي تضم أجنحة قابلة للسحب بالكامل ولديها محرك BMW بقوة 160 حصان مع مروحية ثابتة ومظلة باليستية على الشهادة بعد 70 ساعة من الرحلات التجريبية، 200 إقلاع وهبوط، إضافة لتدريبات على المنعطفات الحادة. أطلقت سلاحف بحرية مهاجرة مزودة بمنارات لاسلكية في المحيط الهندي قبالة شواطئ سان ليون في جزيرة لاريونيون. بفضل هذه المنارات ستكون السلاحف قادرة على نقل بيانات درجة الحرارة والعمق والملوحة في الوقت الفعلي، خاصة في المناطق القريبة من أعين الأعاصير والتي لا تستطيع الأقمار الصناعية تغطيتها. اتفقت السعودية وتايلاندا مساء الثلاثاء على إعادة العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل بين البلدين بعد أكثر من 3 عقود شهدت توتر دبلوماسيا بين البلدين بسبب سرقة مجوهرات من قصر سعودي. بدأت الأزمة الدبلوماسية بين البلدين عام 1989 إثر قضية أطلق عليها اسم الماسة الزرقاء، حين قام الموظف تايلاندي في قصر أمير سعودي بسرقة أحجار كريمة بقيمة 20 مليون
مليون دولار. في لابلوند الفنلندية تحولت كاسحات الجليد لواحات من أهم نقاط الجذب السياحي، وتصل رسوم الرحلة على متن السفينة إلى حوالي 225 يورو للفرد الواحد لرحلة تستغرق 3 ساعات. ويقول كبير المهندسين أحيانا يستغرق خروج السفينة واحدة ساعة كاملة إذا بقيت عدة أيام في درجة حرارة 20 تحت الصفر. استمتع بعض الناس بالمشي واللعب على الجليد يوم الثلاثاء في العاصمة اليونانية، بينما واجه آخرون الأضرار التي سببتها عاصمة ثلجية ضربت منطقة أثينا الأوسع. خلفت العاصفة الثلجية التي تخللها رعد وبرق مشاهد خلابة ونادرة قرب معالم المدينة الشهيرة، إلى أن المتعة التي خلفتها العاصفة للبعض قابلها حظ سيء بالنسبة للبعض الآخر. انقطع التيار الكهربائي عن ملايين الأشخاص في قرغيزستان وأوزبكستان وكازاخستان الثلاثاء بسبب حادث غير محدد، كما أفاد مسؤولون في الدول الواقعة بآسيا الوسطى. وقالت وزارة الطاقة الأوزبكية في بيان على قناتها الرسمية في تطبيق تيليجرام إن انقطاع التيار الكهربائي نتج عن حادث في شبكة الكهرباء في كازاخستان. إلى هنا مشاهدينا تكون تمت نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. وزارة الصناعة الصيدلانية تعلن عن تسويق 3 ملايين علبة باراسيتامول هذا الأسبوع مع توفير أكثر من 2 مليون اختبار للكشف عن الفيروس. وزارة التجارة وترقية الصادرات تعلن عن تجميد ممارسة نشاط البيع بالتخفيض الموسم الشتوي لسنة 2022. مدير التكوين والتعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي سعيدان بوعلام يعلن عن قرار تعليق النشاط البيداغوجي الحضوري في المؤسسات والمراكز الجامعية إلى غاية بداية فبراير المقبل. إحباط محاولة إدخال 23 قنطار من المخدرات عبر الحدود مع المغرب. نشرتنا تمت، نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، دمتم في رعاية الله وحفظه.